انا مقيم بالديار الفرنسيه بمدينه ستراسبورغ بالبرلمان الاوروبي. الان انا جيت كنناضل مع الاخوان والاخوات، لان انا شريت واحد الشقه في 2015 ورئيس الوداديه هو كيقول رئيس الوداديه ولكن هي شركه ومدرك بالوداديه، خلصت فيها 50 مليون الى يومنا هذا ما دار معايا حتى شي حاجه، ودابا هو محكوم ب 10 سنوات في السجن، ولكن انا كنطالب بحقي لان وليداتي ما بقاوش بغاو يدخلوا للمغرب على قبل هذه الشقه اللي شريت. انا دابا محروم، ما عنديش السكن ديالي، وانا قربت للتقاعد جيت باش ندخل، ولكن اللي كنطلب من السلطات وهو المجلس الاعلى والمجلس النيابه العامه باش تدخل الشكايات اللي جدرنا هذه من 2019 وحنا كنديروا في الشكايات الى يومنا هذا ما كاينش استجواب. بغينا كنعرفوا لان كاين اوديوات اللي كيقولوا واحد السيد اللي هو كيحميه الشكايات ديالنا حنايا، بغينا نعرفوا هاد الشكايات شكون اللي حاميهم وشكون اللي مضركهم علينا حنا. الناس اللي كاينين هنايا ما فعلوش لنا الشكايات ديالنا، حنا من 2013 منزلين الشكايه وما كاين حتى شي رد فعل من القضاة ومن الناس اللي مكلفين، كاع البيبان دقيناهم. ودابا كنتوجهوا النداء ديالنا لجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو، وقف معنا، وقف مع الجاليه المغربيه اللي كتعاني، وهاد الناس حقرونا بزاف، حيت حنا ما عندنا حتى شي واحد من غير سيدنا. الناس اللي ناصبين عندنا تيقول لك عندهم شي واحد قبل من القانون، تنصب علينا 1300 منخرط من 2013. شحال ديال العدد المبالغ؟ وتقول شي 70 مليار، شي 60 مليار، البنك كتسالنا، الديور المشروع موقف، جا واحد سميتو جا دخل دار راسو بان بروميتور وجا كيبيع ويشري في الشقق ديالنا وفي المكازات وما عنده حتى شي صلاحيه، ما عنده حتى شي حاجه وكيبيع ويشري. وحنا دابا درنا الشكايه من 2019، جينا الشكايه به هذا الشهر، هذا شهر 7 وشهر 8 وباقي ما شفنا والو. مشينا للولايه، مشينا لمحكمه عين السبع، وكيل الملك قال لنا غادي المحكمه، غادي الشكايه في المسطره. حنا كنتسناو دابا، واش حنا نجيو ندوزو الفاكونس ولا نجيو نبقاو ثاني في المحاكم؟ حشومه هذا الشعار يقول لك مرحبا بكم في المغرب، وحنا وبينوا لينا فينا هو هذا الشيء هذا؟ الناس هذو معدين عندنا هذو. حنا دابا كنحتجوا هادي دابا اكثر من عامين، علاش؟ حيت كنتسناو من القضاء انصفنا في المشكل ديالنا اللي ولا كلشي تيعرفوا. شنو تنعرفوا فيه؟ تنعرفوا بان نصب على 1200 الناس ودالينا على الاقل تقدير دا لجيبو ولجيب الناس اللي دايرين به واحد 45 مليار، ما هياش قليله. والقضاء عارفه النسبه ديال هذا الشيء، و 60% ديال الناس اللي شاريين في هذا المشروع ديالنا ديال المنصوريه من الجاليه، داكوغ؟ دونك هذه عامين وحنا كنحاولوا نوقفوا مع القضاء ونعطيهم الوراق وليزيكسبيرتيز كلها باش نبينوا لهم المسائل كيفاش كاينه. وحنا هذا القضاء بغينا يوقف معانا. دابا الدوسي مشى للنقد، لا الحكم مشى للنقد وجا بالاغلاط اللي حنا لي فيكتيم ما عندنا بها حتى شي واصل. الخطا كله ادمينستراتيف. واش ماشي حرام يخرج الدوسي ديال الحكم بلا سيناتور، بلا ثبات على السميات ديال الناس اللي حاضرين، بلا ما يديروا بينا اللجنه اللي تبدلات ما يمونسيونيوهاش؟ وهذيك راه خدمتهم عباد الله، وراه خدمتهم بيديروا خدمتهم، وراه جلاله الملك الله ينصرو تيقول لهم ديروا خدمتكم، وراكم محطوطين تما باش تعاونوا لو سيتوايان ماروكان، ماشي باش ديروا له الحجر في طريقه. حنا هذا الشيء اللي كنشوفوا، فين ما كنلوحوا رجلينا كنلقاو الحجر قدامنا، كنمشيو للمحكمه شي كيتقبل وكيتصنت علينا، وشي بعضين الله يهديهم بقالهم غير يعطيونا العصا ويقولوا لنا لا جيتيو، وحنا راه ضايعين عباد الله، وراه ضايعين الا ما مشيناش للقضاء. فين بغيتونا نمشيو؟ راه الناس كيديروا على جوج دريال كينوضوا يديروا شحال من حاجه. حنا راه الناس مشات لها 60 مليون 100 200 مليون وتيقولوا لنا سكتوا، راه ما يمكنش.